معناها فحص سكر الدم العشوائي. لا ايش كاتب الولد؟ يا ولد كاتب لك خير ان شاء الله وحمد لله على السلامه وتتدلل من بطن عيني. شنو التقرير راح نشرح الفيس؟ يعني ايش كاتب بالتقرير التحليل السكر؟ وبالعربي فدوى اروح للشرانه توني متغدى ومن اتغدى ما استوعب انجليزي. هذا السكر التراكمي جدا مرتفع عن الرقم الطبيعي، جدا صاعده مرتفعه. شان السبب؟ ها؟ سويت شيء كتلت الزلمه. يابا يا ابوي. ايش سويت؟ جيراني الله يرحمه. استشارك إلك؟ جاب لي هذا التقرير ما نقرأت لي. أنتوا كلكم ما تروحون للطبيب. مو يدري بيه متميز بالإنجليزي بحول أميه. ها. يعني شاطر. أي ما يدرون. قريته. قلت له ما عندك شيء بالتقرير، بس عندك صعود بالجقاير. قال لي والسكر؟ قلت له ما عندك شيء بالسكر. طبيعي براحتك. رأس المرتبة وخرت هيك العباية طلعت صينية ما نزلابية. حضرتك؟ أي والله. الزلمة كل وحدة. زلابية زلاب لايتين. بالثالث زلاب لاية. شهق قال لي وسامي وسامي وصيك عد ابو خرت منها الشيره المطل هي خطيره هسه شق زيقها هلا راد الشق زيقها مو لابسه شادر مو دشداشه مال النسوه يا يابا ذول الانجليز صوت الانجليز ما يفهمون شلون واحد السكر يكتبوه سيجار انا عبالي جقاير ايش ما ادريني صوتي غير يكتبون شكر سكر وين؟ شكر وين؟ أبو سامي مئة مرة قلت لكم شكر تنكتب شكل وتلفظ شكل سوتي يعني أنا كتلت برحمة على روحي طبعاً أنتوا كلكم ما تستشيرون الطبيب أنتوا كلكم ما تسوون الصح خلاص هاي هي بعد ما أدري شو أقول لك كل من ويومه كل من ويومه هو عاف الناس كلها جسأني كل من ويومه هو الله يرحمه همبومه